بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات أعضاء حكومة الوفاق الوطني، أتوجه إليكم في هذا اليوم التاريخي المشهود بكل التحية والتقدير، أتمنى لكم النجاح والتوفيق في تحقيق الآمال التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب العربية في إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة. إن مصر كانت دوما رغم التحديات الجسام التي تواجهها الداعم الرئيسي لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وكانت القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات مصر، سواء خلال لقاءاتي مع زعماء العالم أو من خلال مشاركة مصر في كافة المحافل الدولية. واليوم دعوني أقول لكم إن العالم بأسره يترقب جهودكم لتحقيق الوفاق بين أطياف الشعب الفلسطيني، ويثمن إصراركم على تخطي كافة العقبات التي أدت إلى التنافر والانقسام. إن لدي إيمانا كاملا بأن الاختلافات بين مكونات المجتمع الفلسطيني يجب أن يتم حلها داخل البيت الفلسطيني بدعم ومساندة من الأشقاء العرب، مع عدم قبول تدخل أي قوى خارجية في هذا الشأن. ولعل تجربة السنوات الماضية قد أثبتت لنا أن الجميع خاسر من الانقسام، ولا مستفيد إلا القوى التي استغلت الموقف لتحقيق أهدافها في استمرار التطرف بين بعض الفصائل الفلسطينية.